السلام عليكم ورحمة الله. ممكن يكون في ناس كتير مش عارفين ان فول جايز ما عادش موجودة على ستيم واتنقلت بقت موجودة على ايبك جيمز. فانا حملتها على طول اول ما عرفت الخبر ده. يعني زي روكت ليج ايام كانت على ستيم وبعدين ما عادش موجودة على ستيم واتنقلت بقت ايبك جيمز. انا بقول الكلام ده بس ممكن لان في ناس كتير ما تكونش عارفة، ونجربها بقى بالمرة. دي اول مره اجرب العب اللعبه دي، بس اللي انا لاحظته ان مشكله فيها مشكله النت. يعني لو نتك بطيء استحاله تقدر تشغلها، استحاله. يعني انا نت يعني بقى لها 4 دقايق دلوقتي، بقى لها 4 دقايق عشان اقدر ان انا ادخل جيم. تمام، عشان كده دي مشكله. هنلعب اللعبه دي مش عارف في ايه. والله اول مره اجرب اللعبه، ما كنتش اتفرج لها على فيديوهات جديد كتيره يعني، بس كنت بشوف بثوث ليها يعني. ف والله مش عارفة اعديها ازاي. ممكن تلاقوني خسرت في اول واحدة عادي يعني، لان اول مرة عادي. ايه صوتها عالي اوي، عشان كده قفلت الميوزك بتاعي. انا في الاول يا رب ما يدخل. يلا يا رب ما يلحقش يدخل. يلا يا رب ما يلحقش يدخل. بقى 2 هيدخل. هيدخل ليه؟ يدخل يا ابن اللذينة. لا هي ايوه كده، وريني والناس. انا اصفر كده عادي، مكتوب على النص تاعي ايه ده. فيو نيم. نشوف اسماء الناس يعني. شوف اللعبة التانية يا رب تطلع لي اللعبة. ايه ده يا جدعان، انا معرفش اي حاجة في اللعبة دي، والله العظيم ما اعرف اي حاجة. جولد كولفي. How to play memories icons on the files when an icon is displayed. اللعبة دي بتقعد تفتكر يعني. انا عارفها بس مش عارفها في اللعبة، بس هي يعني لعبة معروفة يعني. لا لا لا.
انا بضغط على علامة الويندوز بس عشان الصوت، بس صوت عالي اوي. ايوه كده. لعبة ايه الجاية؟ يا رب تكون لعبة حلوة. انا عايز اللعبة اللي هي تقعد تنط. ايوه دي عايزة. يا جدعان الالعاب دي، يا جدعان قال دي لعبة رضا ربنا، دي بتاعت لعبة الحبار. افويد فيك تايلز اند فايند. المهم يعني بدأ يجيب، عايز يبقى حاجة حلوة يعني. شايفة عند اول جيم العبه، اقسم بالله يا رب اول جيم العبه واخد فيه الكأس ده، التاج اقصد. ده ايه ده؟ انا عارف اللعبه دي، شفتها على بس جولد كولفي. انا بس عايز اشوف هو كام واحده هيك. احنا 9 اظن يعني، مش هيكون كتير. واحد اتنين تلاته اربعه خمسه كتير. احنا ما ممكن يقول لي كام؟ 8 يعني. صعبة أوي. ايه ده؟ ده اللي كسب. سكيب. انا جبت المركز. ايه ده؟ سكيب. ايه ده يا جدعان؟ والله أول مرة ألعبها. بصراحة حلو، بصراحة حلوة وممتعة. بس يعني بتعلق جامد. يلا بقى، كانت لعبة حلوة والله. بس انا ما كنتش عارف ان البيو هيخسر، خمنتها يعني، مش عارف. وكده خلصنا الفيديو، وعجبكم الفيديو حطوا لايك وسلام.